الحادثة ما بين هذيك الربعة ربعة ونص بدات. انا ما كنتش جيت للسوق عيطوا عليا الدراري خدامه، جيت عاينت الحالة يرتالة، ما نكذبش عليك حالة يرتالة، كل شيء واكل العصا، الجيران كلهم مقلقين. كنتظروا من السلطة المعنية تدير شي حل. هاد الناس هادو اللي تحرق لهم تما فقراء ما عندهمش تما، الله يحسن العوان، وكبروا معانا ما عندنا ما نديروا لهم، حنا ما نقدوش نقولوا لهم حقه ولا حقه، حيت كبروا معانا. انا قبل ما نتزاد كان الوالد الله يرحمه وهما كان جدهم كان عساس هنا، يعني جار ومجرور، حنا واكلين العصا هما واكلين العصا. خاص انسان خاصو يدير شي حاجه اللي تولي مقنا، يجيو المسؤولين يشوفوهم يستافدوا يديروا. حنا هاد الفاجعه ديما منتظرينها، ديما منتظرينها، غدا ولا بعد غدا، غدا بعد غدا، ديما منتظرينها. الله يحسن العوان وصافي، هادشي اللي عطى الله. خسائر كلشي خسر، انا خسرت شي حاجات، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير، ما نبقاش نقول ماشي مشكل، هذاك الشيء ديال الله يتعوض، ولكن خاصنا نلقاو حل. شمتيني الحريق خيب، الحريق ما كيعرف حتى شي واحد، هادشي اللي كاين. الحمد لله هادشي اللي عطى الله. كاين اللي كيقول لك باقي المصدر باقي ما باينش، كاين اللي كيقول لك شارجور، كاين اللي كيقول لك بوطا، كاين اللي كيقول لك ما عرفناش السبب. المهم حنا عندنا الخسائر، اللي ما عندوش خسائر راه عنده جيرانه خسروا بحال هو خسر، والجيران الفوقانيين حتى هما ما في حالهمش مساكن حتى هما، الله يحسن العوان. خاص اللي يدير معاهم شي حل، يا مول القيصريه يجي يدير معاهم شي حل، يا السلطات المعنى، حيت تقدر بعمر كله بحال هكا، ماشي قصه الفرحه، قصه الحريزي، الصفريوي، كل شيء ساكن العشوائي الفوق، هادشي خاصو يتلقى ليه حل. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.